انا عن نفسي هنا بحس ان المركز ده هو زي بيت بابا او زي بيت اهلي. المركز بيستضيف اي امرأة واقع عليها عنف، بيتم استضافة كاملة من يوم لثلاث شهور، وإذا لزم الأمر بلجنة إشرافية محلية بيجدد ثلاث شهور أخرى، وإذا لزم الأمر برضو بنعرض المشكلة على الوزارة وبتقوم الوزارة بتقرير المدة اللي ممكن نستضيفها بيها مدة إضافية. بالنسبة لدار استضافة المنصورة أو الأهلية، إحنا عندنا حالات بصراحة وقفنا جنبها جامد، وفي حالات منهم بنات حصل معاهم مشاكل ودار الاستضافة وقفت معاهم لحد ما خلصوا تعليمهم وتوظفوا، فيعني تعتبر دار الاستضافة حلت مشاكل كتير. تم تطوير المركز، تطوير الغرف كلها بأكملها، الصرف الصحي، المياه. دورنا هنا إن احنا نوعي المرأة بحقوقها، إذا كان حقوقها القانونية وحقوقها الشرعية. المرأة اللي بترفض الحياة الزوجية لوقوع عنف شديد عليها. قال ولدت في نفسي، أنا كنت صغيرة، بابا طلق ماما وأنا عندي 4 سنين. بعد ما طلقها هو اتجوز وهي برضو اتجوزت، بعدين اتعاملت برضو معاملة مرات الأب، عشت وبعدين بدأت تطردني من البيت وأنا سني 20 سنة. بصراحة الأول ما كنتش لاقي مكان أعيش فيه يعني، فهنا المركز يعني لقيت راحة ولقيت حد، يعني لقيت مكان زي بيتي. وغير كده في ناس بيخافوا على زعلك وبيعاملوك كويس كده، ويسألوك مثلا لو أنت تعبان، يعني بيعوضوك عن حاجات كتير. ولادي زعلوني بعد ما كتبت لهم البيت، بقوا يشكلوني وضربوني وبهدلوني، ضربوني مرة، كسروا لي أسناني، مرة تانية عمولة ضربتني على دماغي، عملت لي انفصال في الشبكة، أنا عمية. طبعا بقوموا بخدمتنا، بيقدموا لنا أكلنا، يعني كان بتجي برضه دكتورة تكشف علينا، علاجنا، يعني كل حاجة. ما جاتش الانبساط من عيالنا اللي تعبنا عليهم وربناهم، بتجي من ولاد الحلال، ربنا بيقطع من هنا يوصل هنا. يعني المكتب اللي بعمل فيه أنا، مكتب التوجيه الأسري، أهم عمل فيه التوعية الأسرية لتفادي المنازعات قبل وقوعها. بتكلمنا يعني إزاي نعمل جوزنا حلو، إزاي نعمل عيالنا عشان يطلعوا متربيين، ونمشي بيوتنا إزاي. مفروض كل أب وأم يختاروا الأول، مش أي حد كده جاي من بلاد برة ومرتاح وهياخد بنتي معاه برة، ممكن ياخدها برة يبهدلها. ان انا جيت هنا المركز دوت استضفت فيه شهرين، بعد كده خلصوا الشهرين، ابتدوا في خلال الشهرين دول يشوفوا ايه مشكلتي، ووصل لابو ولادي دوت، لان كان واخد مني ورق الرسم كله، ولا بطاقه ولا شهاده ميلاد للاطفال اللي معايا. وقفوا جنبي وعملوا لي بطاقه جديده وطلعوا لي شهاده كمبيوتر لاولادي الاثنين. بعد كده راحوا واخديني موظفيني في مكان اسمه مصنع الغزل هنا بمقوسة. لو مش المركز انا ما كنتش وقفت على رجلي، لو مش المركز ما كنتش اتعلمت ان انا اقعد في البلد، لانه هم اللي وجهوني من الاول فقعدتي في القرية نفسها. حماية الستات مش بس جوا مراكز الاستضافة، ولكن الحماية بمفهومها الكبير لكل حاجة بتمس حياتهم. قضايا كتير، من ختان اناث وزواج اطفال والإتجار في البشر، محتاجة كلنا نتشارك عشان نكبر بخطرها.